بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد، واكلتنا اللي كلها ان شاء الله على قد ايدينا. النهارده هنعمل وصفه من وصفات العيد المهمه جدا، او الوقفه، يعني احنا ساعات بنبقى بنفطر بيها يوم الوقفه اللي هو في الصيام. يعني ان شاء الله على خير، كل سنه طيبين يا رب، وكلكم ربنا يقدرنا جميعا على صيام يوم عرفه ويدينا ان شاء الله اجره. وطبعا خلي بالك ده مهم جدا، ده سنه قبل وسنه بعد، بكفر سيئات سنه قبل وسنه بعد، فيوم مهم قوي قوي قوي. ان شاء الله على خير، محدش يفوته، وان شاء الله تصوموا يوم عرفه ان شاء الله على خير. بنعمل فته، يعني يا بنفطر فته في يوم الصيام دوت، يا اما بنفطر فته تاني يوم. فينا تقاليد كتير كده. طيب احنا عايزين نوفر في الفته دي، فنوفر فيها ازاي؟ هنوفر فيها باللحمه المفرومه، يعني حته لحمه مفرومه قد كده هعمل بيها طبق فته قد كده ان شاء الله على خير. يعني طب ازاي؟ انا هعمل فته عاديه خالص، اللي هي بالعيش المحمر، محمره في الزيت، او حطاه معلقه سمنه مشوحاه على النار، او مكسراه او مقصقصاه كده ورش عليه سمنه ومدخلاه الفرن. حمريه بالطريقه اللي تعجبك. انا محمره عيش مقصقصاه صغير كده، وحمرته في معلقه سمنه او زيت، او دخلته الفرن وحطيت على وشه شويه من الايه السمنه، بس خليك انه بيتحرق بسرعه جدا، فواخده بالك منه كويس. هعمل مثلا 3 كوبايات من الرز، طبعا معايا رز ابيض عادي خالص. عندي بقى هنا العصير الطماطم التقيل بتاع الصلصه، والثوم والخل. عندي شوربه اللحمه المفرومه اللي هعملها، نص كيلو مثلا لحمه مفرومه، على نص كيلو من البصل، على نص كيلو من الفلفل الرومي. بقى اللحمه بقت ايه؟ بدل ما هي نص كيلو بقت كيلو ونص. نص لحمه، نص بصل، نص فلفل رومي اخضر او الوان، بس انا دلعته شويه، قلت ايه خلاص احنا وفرنا من الفته الهبر، فندلع شويه اللحمه المفرومه اللي عليها ونخليها لونها حلو كده، فهتطلع لها فلفل الوان. طبعا حابه تحط فلفل اخضر بس مفيش اي مشكله، تمام كده. طيب يلا بينا، اول حاجه نعمل الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسمنه او بزيت، احنا ممكن نعملها بشويه زيت علشان ايه نخف منها شويه. وهنزل 2 3 كوبايات رز اللي انت عايزاه، ان شاء الله كوبايه اللي انت عايزاه، ممكن دول كفايه. انا عملت كده حوالي 2 كوباية مع شويه ملح. رز ابيض، يلا البنات الصغنانه لسه بيتعلموا اهو، رز ابيض خالص عادي. شويه معلقتين الزيت عليهم 2 كوباية الرز، عليهم حوالي معلقه صغيره مش مليانه من الملح، واغطيها كده بالزيت كلها او سمنه، لو حطي معلقه سمنه على 2 كوباية، معلقه سمنه يعني مش مليانه قوي، وعليها الايه الرز والملح. يسخن بس ثواني الرز كده، وهروح حط عليه الايه 2 كوباية الميه. كده خلص الرز. البنات الصغيرين بقى لسه هنعمل مع بعض الرز. اي حد هيعمل رز النهارده ويبقى عنده بنوته، خليها هي تقوم تعمله بقى، تمام كده ان شاء الله على خير. يعني بسيط وسهل، ولازم يخش المطبخ ويتجرأوا على النار وعلى الحله وسخونيه الحله والكلام ده كله لازم، تمام. هي هتحط بس علميها كده 2 معلقة الزيت او 2 معلقة السمنه، تسيح، هنزل عليها 2 كوباية الرز ماشي، ومعلقه ملح مش مليانه، وقلبهم مع بعض. بعد كده اروح عامله ايه، منزله عليهم 2 كوباية الميه عشان ده رز مصري، وخلاص على كده. واسيبها تغلي، وادي ايه بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد ما يغلي اروح ايه مهديه النار خالص علشان بقى ايه تستوي على نار هاديه. بس كده هغطي عليها لغايه ما تغلي. كده الرز خلص، درس الرز للصغنانين. طيب نعمل بقى دلوقتي تعصيجة اللحمة. تعصيجة اللحمة انا هعصق زي ما قلت لك بنص كيلو من اللحمة، نص كيلو من البصل، نص كيلو من الفلفل. سهلة برضه اهي، بس انا مكبطرة قوي اللحمة. هنوفر بقى ونعمل ايه، حلة فتة ولا صينية فتة قد كده بلحمة قليلة جدا. معانا مين؟ نادية، اهلا وسهلا يا نادية. معلقه سمن كده، وهنزل نص كيلو البصل. استاذه ناديه
الفل على احلى نوجة. يا صباح الفل عليك، ازيك حبيبة قلبي النهاردة؟ انت اكيد منورة، انا بتكلم من بره بس شايفاكي بقلبي يا روحي. يا اهلا وسهلا بيك، اهلا وسهلا. عاملة اما انا اصلا ما بعرفش اتواصل بقى، وانا عشان مش عارفة بشتغل، قلت لا بقى انا قاعدة فاضية ما اروح بقى اكلم نوجة. الله يقويكي حبيبتي، الله يقويكي. الحمد لله والله. ان شاء الله اشوفك في الاعادة بقى، انا مش شايفة انت بتعملي ايه النهاردة. عاملين فتة بلحمة مفرومة النهاردة. الله اكبر. ايوه انت الموفر، انت العسل والله. الله يخليك يا حبيبتي. انا عايزه بقى الفريك اللي هو المفلفل باللحمه المفرومه برضو. طاجن اعمله مفلفل كده. عايزه طاجن ولا حله؟ لا حله صراحه. طب خلاص ان شاء الله نعملها قريب. قولهولي بقى كده، وان شاء الله لما في الاعاده ابقى اشوفه. حاضر. وتحياتي طبعا لكل الكش اللي عند حضرتك، وكل سنه وانتم طيبين بقدوم العيد ان شاء الله. يا رب وانت طيبه يا حبيبتي، وانت طيبه. تسلمي، شكرا جدا ليكي يا مدام ناديه، شكرا. هو لو هتعملي طاجن الفريك اللي عايزه تعمليه مفلفل ده ولا حاجه، انت برضو طبعا انت ما شاء الله كده عندك برضو طريقه برضو حلوه، بتعملي البصل بس كده زي ما احنا عملناه بالظبط، برضو حب بصل كويسين كده، ونقطعهم ونحطهم في معلقه زيت كده او سمنه وملح وفلفل، وبعدين نكون غاسلين الفريك ونقعينه، بتسيبيه حوالي 10 دقائق على ما نسوي بس اللحمه، يعني نقعيه حتى في ميه دافيه كده، لو هتحطي مثلا كوبايتين من الفريك حطي عليهم 3 4 كوبايات من الميه، تمام؟ وسيبيهم 10 دقائق وبعدين حطيهم في مصفى يصفوا. هتكوني هنا بتعملي ايه؟ بتعملي البصل زي كده بالظبط بالملح والفلفل بالشكل اللي احنا عاملينه ده، وبعدين تنزلي عليه اللحمه المفرومه اللي انت عايزاها ربع كيلو نص كيلو زي ما انت عايزه، وتقلبي لغايه ما يستوي خالص. بعد كده نزلي الفريك وما تحطيش ميه كتير، لو انت حاطه كوبايتين فريك هتحطي عليهم حوالي كوبايه ربع ميه بس، وقلبيها وسيبيها على الهادي خالص عشان تتشرب من طعم اللحمه وتستوي بس كده. حابه تحطي مكعبات فلفل، مكعبات طماطم دي مع اللحمه بس كده، تطلع معاكي زي الفل ان شاء الله على خير. شكرا ليكي يا استاذه ناديه. بصي بقى ايه انا بعمل ايه في البصله، انا مش عايزه ابقى قوي في اللحمه ان انا حاطه بصل كتير، يعني عايزاها تختفي مع اللحمه، فلازم اديها لون مصفر شويه، انا حاطه له حاطه فلفل اسود اهو عشان يدي لون غامق شويه من اللحمه، واقلبها شويه وادبل البصله، وبعد كده انزل الايه اللحمه عليها كده كده. انا عايزه الفلفل يبان، انا مش عايزه البصل يبان، يعني عايزه لا عايزاه يختفي، يعني مش عايزاه يبان من اللحمه، يبان ان اللحمه هي اللي كتير قوي، انما الفلفل مهما اعمل فيه هو كده كده هيبان، فانا راضيه بشكله وراضيه بالوانه الحلوه الجميله اللي هتبقى على وش الفته، ده اهم حاجه عندي. ادي كده شويه صغيرين كمان، ممكن اديها شويه بهارات. معانا امال، اهلا وسهلا يا أستاذة أمال، شكرا ليك، كلمينا تاني. حمصت شوية البهارات اهو، هنزل بقى نص كيلو اللحمة المفرومة اللي هيبقى كيلو ونص دلوقتي، طبعا لو عدد أفراد الأسرة قليلين يبقى هو ربع كيلو لحمة كفاية قوي، يعني دي ما شاء الله هترمي كتير. نقصصها كده ندغدغها عشان ما تمسكش في بعضها كده، ونظبط لها بقى ملح وفلفل بتاعها علشان ايه، طبعا الموضوع كبر بقت اللحمه كتير، بس مش هحط ساعه الفلفل بقى خلاص، يعني دي الحته الاخرانيه للملح والفلفل. معانا نورهان، اهلا وسهلا. الو الو، اهلا وسهلا. حضرتك عايزه اعرف طريقه ال ايوه اتفضلي. الفراخ المشويه، تتبيله الفراخ المشويه. تتبيله الفراخ المشويه، حاضر عينيا. حاجه تاني؟ شكرا ليك. هقول لك تتبيله الفراخ المشويه، بصي احسن طريقه واسهل طريقه، بتجيبي بصلايه وتبشريها ناعم قوي، وحطي عليها بقى طبعا بتنزل ميه مع البشر، سيبيها زي ما هي كده، حطي عليها معلقه كمون صغيره، معلقه فلفل صغيره،
معلقه ملح صغيره بس مليانه، حطي عصير ليمونه، حطي علبه زبادي، حطي ايه تاني اللهم صل على النبي، ممكن قرفه وجنزبيل، حبهان بودر يعني يكون حبهان طحناه، لو مش عندك طحناه مش مشكله افتحيه بس كده وحطيه جوه الخلطه وقلبيهم كلهم مع بعض. يبقى تعملي ايه؟ بصلايه مبشوره، علبه زبادي، ملح وفلفل قرفه وجنزبيل، شويه ملح شويه فلفل، هتحطي عليها عصير ليمونه، هتحطي عليها كمون، الكمون ده بيخلي ريحتها حلوه جدا، مش هيبان في انك حتى كمونه، في ناس ما تحبش الكمون، لا هي معلقه الكمون الصغيره دي مش هتبين بس هتديكي طعم كده لطيف جدا. لو بتحبي الايه الايه ايه ايه في حاجه ثانيه اسمها صل على النبي اسمها ايه؟ زعتر، الزعتر عشان احنا بس مش بتاعنا قوي، بس هو برضو بيدي طعم حلو قوي في الفراخ، لو بتحبيه حطيه، لو عندك مش بيحبوا الزعتر ما تحطيش. وبعد كده افتحي الفرخه فراشه من ورا كده من ظهرها، وافتحيها كده زي يعني من ظهر من سلسله الظهر، اسعي بالسكينه وافتحيها، وحطي التتبيله في طبق وتكوني مقلباها طبعا حلو قوي، ونزلي فيها الفرخه وقلبيها الناحيه الثانيه، وحطيها بقى ده كله الطبق ده في كيس ودخليه الثلاجه، بعد شويه بعد ساعه ساعتين طلعيها وقلبي الفرخه الناحيه الثانيه عشان تتشرب برده، وبرده حطيها في كيس وفي الثلاجه. الاحسن طبعا اقل حاجه انك تبيتيها في الثلاجه ليله، ممكن تسيبيها يومين ثلاثه مش بيحصل لها حاجه، وبعد كده اشويها بتبقى طريه بقى وهايله جدا. معانا مين؟ ولاء. يا ولاء. ايوه اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله كويسه، انت ازيك عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله، ربنا يخليك. اول مره اشترك معاكي في البرنامج، بحبك جدا والله. ربنا يكرمك، انت نورتيني، اهلا وسهلا بيكي. ربنا يخليكي بنورك. ممكن استاذن حضرتك بس ان انت يعني بتديني الطريقه بتاعه الرقاق الطري والرقاق الناشف؟ حاضر عينيا. هو على فكره ان شاء الله الاعاده يوم الجمعه هتكون موجوده الحلقه دي، بس هي سهله جدا، والنهارده كده هعمل حاجه شبهها وانا بفردها هقول لك عليها، ماشي ان شاء الله يعني. شكرا ليكي جدا. بصي كده اللحمه لازم اسويها طبعا، هي كده خلاص كل سواها هنا، فبسويها حلو قوي لغايه ما تلاقي كل لونها غير. انا الرز هنا قرب يستوي، عايزه اعمل الطشه، مش هعمل الطشة الأول، ثواني. هاخد بس هنا اعمل الطشة العادية خالص بتاعت الفتة، ممكن شوية زيت برضو، زيت أو سمنة اللي يريحكم. هحمر التومة، هطشها بالخل، هحط لها عصير الطماطم وشوية شوربة بس، ثواني بس يسخن الزيت أو سمنة، يعني ممكن احط زيت على سمنه عشان في ناس بتحب الفته بالسمنه اكتر، يقول لك لا مش بنحب الزيت، فممكن ان راجل الطرفين ونحط زيت على سمنه، مش زعل حد. سمنه عليها شويه تهدي. هحط التومة، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ريت ما سخنتش كده، حبة ملح على التوم عشان ما يديش أي ريحة زفارة، هنا هو بص اللحمة استوت، هنزل بقى إيه نص كيلو الفلفل، طبعا ده انت اللي يريحك، انا بقول لك اللي انا عملته، ممكن تحطي فلفل قليل عادي خالص، فلفله او اتنين، ممكن تحطي فلفل اخضر بس اللي يريحك، بس انا عشان اوفر واكتر الحكايه قوي، وطبعا طعمها حلو جدا، انا مش بوفرها بحاجه ملهاش طعم او مش مفيده، لا طعمها حلو وكمان مفيده. بص بقى الفلفل الالوان مديها الوان حلوه قوي، حابه احط فلفل اخضر برده لون شكله حلو. ممكن تعملي ايه لو انت ما عندكيش فلفل الوان؟ طماطمايه ناشفه، طماطمايه ناشفه وقطعيها برده مربع مربعات صغيره كده، وقرن فلفل اخضر او قرنين، وبعدين حطيه مش هم الاصفر بقى كفايه علينا الاحمر، وبعدين قلبي في الطماطم دي في الاخر خالص بعد ما كله يستوي، حطي بقى الطماطم عشان ما تبانش بس ما تتهريش، تبقى كانها الفلفل الاحمر، ما عندناش اي مشكله خالص. حاضر يا باشا، حاضر يا باشا، ناخد بس ده كده على العين الكبيره شويه دي. حاضر، ثواني بقى ثواني نخلص الاكله اهي. تحمر بس ثواني،
تتفصل عندكم دقيقتين، يعني هنعمل ايه؟ تتحمر، لازم تتحمر، ما تعملهاش بيضة. خلاص اهو تحمر التومة، تشرب الخل، واروح حط عليها شوربة وعصير الطماطم التقيل، واسيبهم ايه يغلوا مع بعض كده. انا خلصت الايه بس هي طشت خلاص. ماشي، هسيبها تغلي بقى. كزبرة ايه يا ملوخية؟ هسيبها تغلي ونرجع بعد الفاصل نكمل وصفاتنا مع بعض. وفاصل ونص على قد الايد. ورجعنا من الفاصل كده، الصلصه بتغلي اهي بتاعتنا، الطشه بتاعت ريحتها حلوه جدا، وطبعا حابه تخفيها شويه خفيها، والرز لسه بيستوي، لسه فاضل له تكه صغيره قوي ويستوي. طيب على ما ده يستوي بقى احنا نعمل ايه؟ نعمل عجه سهله كده وخفيفه جدا وبسيطه وسريعه كل حاجه. دي عباره عن ايه؟ هنعمل بخمس بيضات، خمس بيضات، عندي جبنه بيضه، اي نوع جبنه بيضه، جبنه قريش، جبنه فيتا، اي نوع، علب مش علب، اي حاجه، جبنه بيضه اي نوع، جبنه موتزاريلا، جبنه رومي، حبات بواقي الثلاجه عندك كده، حته جبنه رومي هنا، حته جبنه، حبه كده في الكيس من الجبنه الموتزاريلا، حبه جبنه رومي مبشورين، يعني بصي حبات كده اللي باقيه عندك، جبنه بيضه، جبنه رومي، يعني اللي عايز يحط نوع واحد يحط، اللي عايز عنده بواقي من الثلاجه وعايز كذا نوع يعملهم زي ما انتم عايزين. فعندي هنا الجبنه البيضه، جبنه موتزاريلا، جبنه رومي مبشوره، البيض، خمس بيضات، بصل بقى، حبه بصل كويسين، وفلفل رومي مقطع صغير برده، يعني مثلا عملنا بصلايه كبيره قوي، بصل مقطع مع فلفل رومي، قرنين فلفل رومي مقطعينهم برده صغير جدا، معايا نص كوبايه من الدقيق، نص كوبايه من اللبن، معلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعلقه من السمنه. نعمل ايه؟ هاخد انا بس هنا كده الجبنه البيضه حته منها كده، وطبعا حسب الحدوقيه بتاعتها، لو هي حادقه قوي بنعمل ايه؟ ناخد حته صغيره، لو هي مالهاش طعم عشان اطفي على الصلصه خلاص. انا بس مستنيه الرز يتشرب تشربه صغنونه، واحط عليها معلقه سمن كده برضو، معلقه سمن او معلقتين زيت، خمس بيضات، بسم الله الرحمن الرحيم، لو قلقتي من البيض كسريها بيضه بيضه في طبق وبعدين نزليها، عشان احنا في الصيف البيض بيخوف صراحه غير الشتاء. عايز ايه يا ابني؟ اصلا انت مش صايم؟ فطرتوا؟ مش تقول لي طيب كرواسون طيب. كرواسون طيبين عشان ليمون هيفطر النهارده. ماشي يعني هتاكل معاهم الخروف؟ ماشي. بحلكوا خروف. يلا كرواسون طيبين وعيد سعيد عليكم وعلينا جميعا يا رب ان شاء الله. عشان كده بياكل بقلبه وضميره، عايز اكل بيضايه نيه الفطيرة بتاعه. بيض كده مع الجبنه ومعلقه السمن. بصوا بقى يعني بقول لك اسهل عجه في التاريخ، نص كوبايه الدقيق، نص كوبايه اللبن، معلقه صغيره بيكنج باودر، لو الجبنه حادقه هنحط فلفل اسود بس، لو الجبنه حاسه ان هي لا ممكن تكون عذبه شويه حطي ملح، بس انا لا انا عارفه ان هي حادقه شويه فانا مش هحط ملح، عشان كمان عندي جبنه رومي طبعا بتبقى حادقه برضو. ننزل بقى كده، استنى بس ايه اخلص على الدقيق الاول الايه، حاسه بس ان هو انا كده فاضل لي البصل والفلفل والجبن. ماشي، انا كده حطيت ايه هنا، هقول تاني
حطيت حته جبنه بيضة هرستها وحطيت عليها معلقه سمنه كبيره، وبعدين حطيت عليها خمس بيضات، حطيت نص كوبايه الدقيق، نص كوبايه اللبن، وشويه فلفل اسود، وبقلبهم مع بعض كده، وضيع اي كلاكيع بس في الايه في الدقيق. تمام كده، فلفل الرومي، البصل صاحي كده، جبنه موتزاريلا شويه صغيرين هنا عشان الوش شويه احطها عليها، جبنه رومي مبشوره، نقلب ده كله كده مع بعضه. انت ممكن الجبنه الرومي دي لو انت عايزه تبشريها في البيت يبقى افضل طبعا، تجيبيها من السوبر ماركت، تقولي انا عايزه حته على بعضها، وانت بشريها بنفسك بالمبشره بتبقى احسن كتير بقى، ابشريها ناعمه ابشريها تخينه زي ما انت عايزه. يعني انا بفضل كده ان انا اجيبها حته قطعه واحده وبعدين انا ابشرها. طيب نلم الدنيا دي كده، نجيب صينيه بقى وادهنها بالسمنه بقى، بصر نجلاء بوي نجلاء، خدي نجلاء يا نجلاء. الو، واطي التلفزيون يا نجلاء. الو، ازيك؟ ازيك، انت عامله ايه؟ انا بحب حضرتك قوي. ربنا يخليك لي يا حبيبتي، انت اخبارك ايه؟ انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله، كل سنه وانت طيبه. انا عاوزه شريحه البيتزا. حاضر، انت عندك برد ولا ايه يا نجلاء؟ سلامتك. ايه؟ عندك برد؟ اه. سلامتك يا حبيبتي. الله يسلمك. حاضر. هقول لك طريقة البيتزا. شكرا ليكي. هناخد بقى هنا كده العجة السهلة خالص دي. وخفيفة وكل حاجة، وفيها خضار بقى، البصل والفلفل وجبن وبيض ودقيق ولبن بس. عايز تحطي نوع جبنه واحد ان شاء الله، جبنه بيضه حتى حطيها عادي جدا. وهتعملي برضو صينيه عجه محترمه، نضف بس حرف الصينيه عشان بيحروق بيبقى صعب تنظيفه. حبه بقى جبن الموتزاريلا اللي انا سايباهم دول للوش، ماشي. بس المفروض نسميها بيتزا بواقي التلاجة، مش بيتزا بقى حجه. ماشي، نحطها بقى في الفرن بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بصي اهو، بدل مقلي بيض عادي خالص كده، واسم قليت بيضايه ولا بيضتين كده على النار، لو هتقلي مثلا العيله لا اعمليها عجه كده، تتاكل برد تتاكل سخنه اي حاجه، ما فيهاش اي حاجه تاني. هقول عملتها ازاي. انا جبت اطمن بس على الرز. خلاص الرز خلص. هغرفه. انا جبت ايه؟ جبت اللهم صل على النبي، حته جبنه بيضه، اي حته عندك، حته كده صغيره هرستها، ومع معلقه سمنه هرستهم الاثنين مع بعض. بعد كده انا كسرت عليهم خمس بيضات مع شويه فلفل اسود، نزل عليهم نص كوبايه من الدقيق، نص كوبايه من اللبن، وعملتهم كويس جدا، ربطتهم كويس جدا مع بعض. بعد كده نزلت اي نوع جبنه عندي، حطيت جبنه موتزاريلا، حطيت جبنه رومي مبشوره، حطيت بصل مقطع صغير قوي، حطيت فلفل رومي، كل ده قلبته مع بعضه، نزلته في صينيه مدهونه بالسمن، وبعدين حطيت على وشها شويه جبنه موتزاريلا او اي نوع جبنه عندك. ومش حتى لو ما عندكيش للوش مش مهم، هي كده طبعا فيها بيض كتير، فيها خمس بيضات، فهتحمر وتبقى ممتازه جدا. بص عندي هنا العيش اهو كده، اجيب بس شويه من الشوربه دي، ده عيش المحمر، شويه شوربه عشان يطرق العيش
كبشتين شوربه بس كده ماشي. واجيب الصلصه اديها كبشه من الصلصه عشان العيش يبقى ليه طعم زي ما احنا متعودين، ما يبقاش العيش ايه منفصل كده عن طعم الرز والحاجات دي. فناخد معلقه صلصه كده او كبشه اوزعها على العيش. انا برضو ما بحبش العيش مهري، يعني ما بحبش، في ناس طبعا بتحبه ايه زي الشوربه كده مليان بالشوربه والصلصه، لا ما بحبوش مهري خالص. انا حاطه كبشه شوربه مع كبشه الصلصه خلاص، على ما احطها هلاقي العيش حلو كده ماسك نفسه، في عضه بسيطه حلو كده مش مهري خالص. تمام، واغرف عليها الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. الرز بتاع كورس البنات الصغيرين اللي خدوها دلوقتي. ماشي. عايزه ابين العيش برضه عشان ايه التصوير يبقى باين في ايه تحت وفي فوق، بس كفايه كده. واللحمه المفرومه اللي عليها بص نص كيلو بقى قد ايه، انا بقول لكم كيلو ونص بقى، كيلو ونص. بس الاول اشرب برضو رز شويه من صلصه الفته. هاتي واسطه ماشي، واروح حاطه ده كده. بس يا حبيبي اهدى يا بابا، اهدى يا بابا ماشي. ده مش ذنبنا. حبه كده تمام. بس كده هطلع بقى دلوقتي فاصل عشان اشوف الموضوع دوت، واجي لكم بعد الفاصل بعد ما نعمل الخناقه اللي هنعملها دلوقتي، وفاصل ونواصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل وما لحقتش اكمل المشكله. الفصل الجاي. هنا المقدار دوت ده اللي هو دقيق. هنعمل دلوقتي حاجه حلوه مكشكشه كده لطيفه. مفيش بيكنج باودر. امال ده مين جابه ده؟ ماشي. ده عباره عن دقيق، رشه ملح، رشه سكر، وميه للعجن، وسمنه. هنعجن بايه؟ معلقتين سمنه. ده حاجه شبه الرق الطري اللي صديقتي بتسال عليه الصبح، قلت لها ان انا هقوله لك على الهوا. هي دي بالظبط كده، 3 كوبايات من الدقيق، عليها معلقتين من السمنه كبار، عليها رشه ملح ورشه سكر، وعجنا بميه. دي عجينه الرقاق الطري ماشي. بتعجنيهم طبعا بميه، لازم تشوفي الاعاده وتشوفي طريقه الفرد بتاعتها. هنعجنها دلوقتي زي ما انت شايفه قدامنا، وهنريحها، وبعدين بعد كده نفرد ونسوي على الطاسه. ده الرقاق الطري. طبعا اللي يطلع حطي عليه فوطه وغطيه على طول. لو الرقاق الناشف بنشيل بس السمنه. بيبقى عباره عن ايه؟ 3 كوبايات من الدقيق، رشه الملح ورشه السكر، ونعجن بميه، وبعدين نعجنها عجينه كويسه كده ماسكه نفسها، ونسيبها برده ترتاح قد نص ساعه، وبعدين نفرد وبرده نسوي على طاسه ما فيهاش اي حاجه. ده بقى الرقاق الناشف. خلاص كده، الفرق بين الرقاق الطري والرقاق الناشف هو معلقتين السمنه اللي انا هشتغل بيهم دلوقتي. انا كده كاني بعمل الرقاق الطري، بس هو هنعمل فطائر الايه اللي بالشربات دي. دي عباره عن ايه؟ 3 كوبايات من الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. 3 كوبايات من الدقيق، رشه سكر ورشه ملح، ورشة الملح أكتر من رشة السكر. ماشي. وأقلبهم مع بعض كده. لا، رشة سكر رشة ملح، مفيش حاجة تانية. ماشي. هنا بقى الفتة، بص أنا عملتها أهي، أنا غرفتها، بس إيه، أنا غرفاها بحيث إن أبين كل حاجة. بينت اللحمه المفرومه والعيش وكل حاجه تبقى باينه من طبق الفته بتاعنا، عشان حتى لما شفناش بنعمله ازاي نعرف هو متكون من ايه. تمام كده. معلقتين سمنه، وميه للعجن. معانا نوال، اهلا وسهلا. اهلا بيكي، صباح الخير. يا صباح الفل عليك، ازاي؟ كل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه، ربنا يخليكي. انتي ايه اخبارك؟ تسلم ايديكي على كل اللي بتعمليه. الله يكرمك يا رب. تسلمي، ميرسي جدا لذوقك، اتفضلي.
هو انا عملت الهريسه زي ما حضرتك قلتي بالظبط. انا هريسه فيهم هي بقرون الفلفل وكده. ماشي. وبعدين حطيتها في برطمان ناشف وقفلت البرطمان كويس. بعد ما بردت خالص خالص. سبتها لغايه لما هديت وبعدين عملتها. بعد يوم بفتحها راحت مطرت في المطبخ كله. مطرت ليه كده؟ ما اعرفش. انت سبتيها بره في الثلاجه ولا على الترابيزه؟ لا كانت على الترابيزه. خمرت. هي خمرت من الحر. عشان الحر قوي فخمرت جامد يعني. عشان كده عملت كده وحطيها في الثلاجه. لازم نحتفظ بالحاجات دي في الثلاجه يعني بعد الضرب على طول بتسيبيها تفرق. لازم احطها في الثلاجه. لازم في الثلاجه عشان الحاجات دي ما فيهاش مواد حافظه. فلازم احتفظي حتى احطي على وشها كمان شويه زيت زي ما بنعمل في الصلصه بالظبط. حطي عليها شويه زيت تحطيها في الثلاجه لازم. بس هي هايله جدا يعني. الهريسه بتاعت الفلفل الرومي او الفلفل الحامي الهريسه دي هايله جدا مع مع اي عصير طماطم بتعمليها. هتحطي معلقه مع اي حاجه مع حتى لو طبق فول حتى لو عامله صلصه بيتزا وحطيتي معاها معلقه من هريسه الفلفل اللي احنا عاملينها دي هايله جدا يعني. ممكن حتى زي ما قلت لك تعملوها ايه بفلفل رومي ومعاها قرن فلفل حامي واحد بتبقى معدوله قوي بقى. عارفين حتى الهريسه دي بحطها كمان مع لما اجي اخلي البتنجان وبعمل التومه باخد معلقه من الهريسه دي احطها عليها بتبقى هايله قوي. فجربوا يلا لا معلش المره الجايه اعمليها تاني وحطيها في الثلاجه بس ان شاء الله تعجبك قوي. بص ادي كده عجينه بالشكل ده بعملها بقى كور واسيبها تستريح وكوره يعني ممكن كده مش كبيره يعني خليها صغننه عشان ايه تفردي بيها براحتك ما تقعديش ايه تضايقك على الترابيزه لان الحاجات دي بتتفرد زي ما عملنا في الرواق كده بترمي كبير قوي بتتفرد معانا جامد يعني. فممكن نصغر حتى كده اكتر بس كل ما افتكر ان هي بتفرد اكتر اصغر. ترتاح بقى ايه نص ساعه كده وبعدين نفرد. نفرد برضو على دقيق كتير. على ايه دقيق كتير علشان زي ما اتفقنا في الرقاق برضو ان هي بتبقى الدقيق ده هو اللي بيخليها تفرد اكتر. هنا كده يا ابني انا عايزاك تجمد شويه يا ابني. تجمد يا ابني كده انشف شويه انشف. مش اي كلمه تجرحك كده وتقعد تزعل على جنب. معانا عزه اهلا وسهلا. حضرتك انا عمرك. اهلا وسهلا بيك. ازيك عامله ايه؟ تمام الحمد لله يا عمر. الحمد لله الله يخليكي. قولي اتفضلي. انا اكون مشتركه معاكي. يا اهلا وسهلا ان شاء الله ما تكونش اخر مره. ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي اتفضلي. انا قلت اطمن بحضرتك واقول لك كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه ربنا يخليكي يا رب. ما فيش اي سؤال؟ كل خير عليكم كلكم. يا رب احنا وانت يا رب يا حبيبتي. ما فيش اي سؤال طيب؟ لا يا حبيبتي انا كنت بس بعيد على حضرتك بس وكان نفسي اسمع صوتك. تسلمي يا حبيبتي متشكره جدا ليكي. نفرد بقى ايه؟ بص حضرتك بص دي كميه الدقيق قد ايه؟ قد كده اهو. كوم الدقيق عليها عشان تفرد معايا بسهوله. ونفرد نفرد كده نفرد قوي ارق من الايه حفرد ارق من الرقاق. الرقاق اللي احنا بنعمله انا هعمل ارق منه. حط دقيق كتير كده نجيب فوق كده برضو ونفرد.
نبصد ايه بقى الرؤية بتاعتها. يفرد قوي 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 كده. حط على دقيق علشان انا عايزاها مفروده كمان. في علمكم سهله، الفرد مش صعب، سهل جدا. هي بس العجينه تستريح خلاص. والدقيق يبقى كتير اللي بنفرد بيه اهو. بصوا كده كده على الدقيق تاني. حاضر. ونفرد كمان، نفرد في الحروف. بصوا الفردة الرفيعة دي بقى أنا هوريك هعمل بيها إيه بعد الفاصل. وفاصل ونواصل. على قد الإيد. ورجعنا من الفاصل. أنا فردت لي واحدة كمان أهو مستنياكوا لما تيجوا. حط هنا طيطر. يا بنتي اوشتيني. معلقه سن بس سيحها كده. شغال. حاضر. شاطر شاطر يا هوبا، برافو عليك. انقذها انقذها. مين اللي انقذها؟ برافو عليكم يا اولاد، برافو. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده. طبعا هي هتهبط شويه بس برضو هي ايه حلوه جدا كده. بسم الله. طيب السمنه بقى احنا عملنا ايه؟ اجيب صينيه صينيه صينيه. ممكن دي. وادي بصوا احنا بصوا رقيقه ازاي. ارقي من الرقاق الطري او رقاق الناشف، ارقي منه كمان. نفرد كده قوي. نجيب سكينه نقطعها على اربعه. دي من الحاجات الحلوه السهله الموفره جدا اللي ما بتاخدش معانا فلوس كتير وبتعمل حاجه حلوه بفلوس قليله جدا يعني. فبحبه دقيق وحبه عسل ومعلقه سمنه كده خلاص عملنا حاجه حلوه. والدقيق كمان بيبقى قليل قوي يعني. عارفين التلات كوبات اللي انا عملتهم دول هيعملوا ايه؟ عزومه. ناخد بس معايا، ناخد دي كده نكشكش كده. معايا ماشي كده. ماشي هاخدها كده واحطها ايه في الصينيه تاني. ربع دايره بس طبعا يعني افضيها من الدقيق اللي فيها ده اهي. معايا تاني رقيقه جدا خالص اهي. هسحب بوز المثلث. ماشي هسحب بوز المثلث ده كده بايدي. ايدي مليان دقيق. اهي بص هسحب يعني عملت مثلث رقيق يعني دايره رقيقه جدا قطعتها على اربعه وقطعتها على اربعه فبقى مثلث ربع دايره يعني. هاخد الربع ده كده واسحبه بايديا كده واكشكشه كده. ماشي كده. وراح واخده دول كده الحرفين بتوع العجينه واروح ايه واروح حطهم كده على بعض كده واروح ايه لماها وحطها في الصينيه بالشكل ده. سهله خالص اهي سهله. ده الرقاق الطري هو نفس يعتبر اللي انا عاملاه النهارده ده، بس ايه هتفرده بس مش رقيق قوي كده وبعدين تسويه على طاسه. تاني بسرعه حرف ربع الدايره اكشكش اكشكش واروح لما الحرفين دول كده عليها بكشكشه برده كده. ماشي واخدهم كده حطهم هنا. يلا بسرعه استنى ساحت خلاص كده. حاجة حلوة ببلاش وفكرة لطيفة صغنونة بسيطة كده. تمام. وهنا مجهزة دي برضو كده. يعني قطعت منك او ما قطعتش مش مشكلة.
يعني كده كده هيتكشكش زي الجلاش اللي بنعمل معاه بالظبط، يعني ما بندقش هي قطعت ولا ما قطعتش، الكشكشه مش هتبين حاجه ما تقلقيش، وهتفرزي حلوه قوي وهتعمليها جميله كده ان شاء الله، يعني بسم الله كده كل حاجه تبقى زي الفل اهو. الربع كده كشكش ولم لم جوه بعضه كده بسرعه، كشكش ولم كده جوه بعضه كده اهي، ما تستصعبيهاش خالص، سهله جدا ما فيهاش اي حاجه، بس ابدأي في الشغلانه هتلاقيها معاكي في منتهى البساطه. ممكن نقطع التخينه دي، خليش حاجه تخينه خليها رفيعه، والدقيق ايه فضيه من الدقيق كده كده، بسم الله الرحمن الرحيم كده ماشي اهي، ونلم كده تمام. انا خلاص قربت اخلص اهو، شفتوا بقى بقول لكم يعني كميه دقيق بسيطه جدا تعمل لي بقى ايه كمية كبيرة. نجيب بقى السمن، بسم الله الرحمن الرحيم، ونحط عليها سمن كده كاني زي ما بحط للجلاش، بس لازم تحطي سمنة كويس علشان ايه دي عجينة ما تنشفش، واروح مدخلها الفرن ايه تتحمر، حبة تحطي عليها سكر بودرة، حابه تحطي عليها عسل، بس هي بالعسل بتبقى احسن زي ما انت عايزه. لم الحرف ده كده خلوش ايه علشان ما ينشفش كده. معانا بوسي، اهلا وسهلا. زيك يا بوسي، شكرا بالسلام. الله عامله ايه؟ اخبارك؟ ربنا يخليك يا حبيبتي تسلمي. انت عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ انا كويس يا رب دايما. ادخلها بقى الفرن عشان بحب اكلاتك قوي وبحب وصفاتك. ميرسي جدا يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. قولي ليكي اي سؤال. انا مش شرقيه، نفسي تشرفينا عندنا كده في الشرقيه. ان شاء الله يا حبيبتي ان شاء الله، شيء يشرفني. شكرا ليكي جدا. طيب هنيجي هنا بقى نعمل حاجه حلوه بالكريب. ميني كريب، حاجه صغنونه كده. بسم الله الرحمن الرحيم، الام دي بس دي تاني كده في الطبق تاني، ارجعه مكانه. ونيجي بقى هنا بس الكريب ده انا هعمله ازاي بقى، الحاجه الحلوه اللي هعملها لكم برده دي حاجه حلوه بسيطه وسهله قوي. عندي هعمله كوبايه دقيق، هعمل كريب بكوبايه دقيق برضو سهلة بسيطة، حاجة حلوة تنفع للعيد برضو ان شاء الله تعجبكم قوي ومش مكلفة خالص. كوباية دقيق، بيضة، كوباية ونص لبن، معلقة زيت، ده الكريب حتى دي بقى قدرات الكريب ده، يعني مقادير الكريب اللي عايز يعمله كبير او صغير براحته، بس هي دي المقادير ماشي. معلقة صغيرة بيكنج باودر، ده بقى الزيادة اللي انا حطاها، ومعلقة كبيرة من النشا وفانيليا، دي كده عجينه الكريب ماشي. هعملها وهقولك هنحشيها بايه، بقيت مقاديرنا اللي معانا دلوقتي. ف والسكر فين؟ ومعلقه سكر عشان دي حاجه حلوه، هعمله في الخلاط عشان ما يكلكعش منك وسهل جدا تعمليه. بسم الله الرحمن الرحيم، كوبايه دقيق، معلقه زيت، مقادير من تاني اهو، معلقه سكر، وكوبايه دقيق، معلقه زيت، معلقه سكر، معلقه نشا كبيره، بيضه، فانيليا، باكو فانيليا، معلقه بيكنج باودر صغيره، كوبايه ونص من اللبن، كوبايه ونص من اللبن. عملته ميجر اهو تمام. هقول تاني، ده كده الكريب. معلقه النشا، معلقه النشا دي، هنقول تاني بيكنج باودر اهو، سوري، دي النشا وبيكنج باودر.
يبقى هنقول تاني مقادير الكريب: كوبايه دقيق، كوبايه دقيق، كوبايه ونص لبن، كوبايه دقيق، كوبايه ونص لبن، بيضه، معلقه بيكنج باودر صغيره، معلقه نشا كبيره، معلقه سكر كبيره، فانيليا، ومعلقه زيت. معايا مقادير؟ اه دي التقديم بقى اللي انا هوريكم دلوقتي، بس ده الكريب اللي انا هعمله النهارده. هقول تاني، هقول تاني، معلش استنوا ثواني. ده الكريب اللي سالت عليه كتير، بس من غير ما نحط البيكنج باودر ومن غير ما نحط النشا. انا مزوده له معلقه صغيره بيكنج باودر ومزوده له معلقه كبيره من النشا عشان هعمل بيه حاجه حلوه. خلاص يبقى ده الكريب كده اللي انا بعمله: كوبايه دقيق، كوبايه ونص لبن، بيضه، فانيليا، معلقه كبيره من النشا، معلقه صغيره من بيكنج باودر، ومعلقه كبيره من السكر، وباكو فانيليا. نضرب ده كله بقى. هنجيب طاسة وهسوي الكريب ده بالمعلقة، يعني هوريكي دلوقتي بس اخلصه كده اهو عشان ميبقاش في دقيق في الجناب. حاضر. تمام. طيب انا هلم الدنيا وهنرجع نعملهم مع بعض بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل. بصوا بقى الفطاير دي انا طلعتها سخنه لسه حالا دلوقتي، هي المفروض اول ما تطلع على طول، فانا برضو يعني استنيتكم لما تجولي صراحه برضو. ماشي اهي كده تطلع سخنه كده واديها العسل او السكر البودره، بس العسل بيكون احلى صراحه يعني، والعسل تقيل شويه مش خفيف قوي. بصوا حاجه حلوه ببلاش وتحفه وجامده جدا، ان شاء الله تعجبكم قوي وتعجب جاركم كمان. يعني ممكن الحاجه الحلوه دي تعملوها في ثانيه، يعني نص كوبايه دي هتعملي قد طبق قد ده مرتين. كوبايه الدقيق بتعمل كميه، يعني بتعمل، شفتوا الفطيره اللي انا عملتها دي تعمل 3 4 من الفطيره اللي انا فردتها قوي دي. طيب نيجي نرجع للكريب بتاعنا. انا هنا ايه، بحط شويه زيت، معايا فرشه كده وجنبي طاسه وفرشه بزيت، وهعمل الكريب بالمعلقه. تعالى هنا عشان ما اقطعش على الايه، على البوتاجاز هنا. إيه برضه انا كنت النهارده عايزه اقول نصايح للي هيوضب بقى شقته، وعايزه اقول لكم على طرق معينه، بس ان شاء الله خليها بقى ايه في يوم يكون من اوله، عشان نسيت النهارده ابدا الحلقه من اولها بالشكل دوت. ازاي هننفض شقتنا ونوضبها بطريقه سهله وبسيطه وما تتعبكوش، عشان عارفه في اليومين دول بقى كله بينفض ويروق وبيقلب الشقه من اولها لاخرها. فهقول لكم على طريقه كده بسيطه منظمه تخليكم تعملوا الحاجه من غير ما تتعبوا، بدل ما تبقوا رايحين جايين في الشقه كده على الفاضي. لا هقول لكم طريقه ان شاء الله تنضفوا بيها حاجاتكم بطريقه سهله ان شاء الله على خير، ممكن بكره، بس حد يفكرني بقى ارجوكم. يعني بصوا كده الكريب اهو عباره عن ايه، الكريب ده حاطه ايه ايه ايه، اللهم صل على النبي، كوبايه دقيق، كوبايه ونص لبن، معلقه سكر كبيره، معلقه بيكنج باودر صغيره، بيضه، وكوبايه ومعلقه زيت بس. يبقى كوبايه دقيق، كوبايه ونص لبن، بيضه، ده الاساس. بعد كده معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه كبيره من النشا، معلقه كبيره من السكر. تعالي راحه فين، وبالمعلقه نعمله كده. معانا عبد الرحمن، اهلا وسهلا. ليه يا عبد الرحمن؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك؟ ازاي انت، ازاي بتعملوا الجاتوه بالشوكولاته؟ حاضر، حاجه تانية؟ شكرا يا حبيبي، شكرا. خلاص الكريب بالشكل ده هحطه، عشان بس عامله شويه اهم،
بالمعلقه كده دهنه الزيت بين كل حاجه والتانيه، واروح حاطه فيها الكريب بالشكل ده. تمام كده؟ عشان بس الحق اعمل لكم الجناش او الشوكولاته اللي انا هعملها دلوقتي. دي عباره عن ايه؟ كوبايه من الشوكولاته المبشوره، ربع كوبايه من اللبن او اقل، وقشطه، وقشطه بلدي، جناش بلدي ده بقى، ده الجناش البلدي بتاعنا. هنجي ناخد ايه؟ ربع كوبايه لبن كده او اقل، اقل من ربع كوبايه اللبن. هسخنها تغلي كده، وهروح حاطه الشوكولاته، هطلعها من على النار واحط الشوكولاته المبشوره، اكون بشرها ناعم عشان تسيح معايا بسرعه، وابدا اقلبها في اللبن ده عشان ما تحببش بسرعه بسرعه كده. وهحط قشطه بلدي حته كده قد كده، دي حوالي 8 كيلو مثلا، او لو عندك يعني قولي نص كوبايه قشطه بلدي، واقلبها مع الايه، مع الشوكولاته، شويه اللبن دول اطلع على النار كده وارجعها تاني، يا دوبك اسخن عشان اسيح بس القشطه دي عشان تعمل لي الجناش، اللي عشان اللي ما عندوش كريمه لباني هنحط مكانها الايه، القشطه كده، واطلعها. ما هي دي قشطه ودي قشطه، الكريمه اللباني دي برده قشطه برده، واقلب قوي قوي لغايه ما تسيح معايا خالص وما تبانش القشطه خالص فيها، وبعدين اسيبها تبرد، فترجع ايه اللي يحصل؟ تجمد بقى، يرجع يجمد ويديني الجناش الايه؟ حلو جدا ان شاء الله. قلب قوي كده، لاحظت ان هي مش بتسيح، ارجع اسخن تاني حبه صغيرين وارجع اطلعها بره، يعني ما خليهاش دايركت كده على النار على طول، لا حبه بره وحبه جوه علشان ما ايه، ما تخرصش معايا الشوكولاته. واقلب اقلب خالص اهي لغايه ما تسيح كلها، واروح حطها في بوله في الثلاجه تجمد. تمام اهي، لاحظ ان هي عايزه ايه، الاقيها بدات ان هي كل ما تبرد بقى تبدا الايه، القشطه ما تسيحش، اروح مسخناها تاني عشان تسيح تاني. خلاص كده، خلاص خلصت كلها كده. لاحظتي مثلا ان فيها اي حاجه مكلكعه ولا حاجه، صفيها بالمصفى، تديكي بقى الجناش الحلو جدا الناعم اللي ما فيهوش اي حاجه. خلاص بتجمد تبقى بالشكل ده. دي انا عاملاها بس قبل الحلقه عشان تلحق تبرد. ايوه بصوا، جناش ده ولا مش جناش؟ عشان اللي ما عندوش ايه، اللي ما عندوش كريمه. نجيب بس طبق تاني كده، وهنا بقى عندي مربى، عندي جوز هند، عندي سوداني، سوداني مجروش او جوز هند، واي نوع مربى ده بقى ايه، عشان تزوقي بيه وتعملي بيه طبق حلو سهل وسريع. ممكن نحط على فكره هنا شويه ايه، جوز هند كده على الفطائر دي، وممكن كمان نروح حاطين حتة مربى كده زي ما انتوا عايزين بقى، زي ممكن شوكولاتة. انا بعمل في حاجة بزوق حاجة تانية خالص. بس كله ان شاء الله، يعني بندي افكار بس بسيطة كده، يعني اللي عايز يحطها يحطها، واللي عايز يسيبها سادة يسيبها سادة كده. ماشي، وشوية سوداني عليها. تمام بس كده، يعني زي ما انتوا عايزين بقى، يعني زوقوا دي اعتبروها جلاشه. حبه صغيرين بس يبان منها الايه، المربى. نيجي بقى هنا نرجع للكريب بتاعنا تاني، انا عملته صغنن ده بالشكل ده اهو كده. نقي اتنين ايه باردين شويه من اللي بارد، هناخد نحط فيها الجناش بالشكل ده. نغطيها بواحدة تانية ونضغط عليها كده، مش عايزاها حاجة تقيلة، اضغط عليها كده
ممكن احطها في سوداني، ممكن احطها في جوز هند، يعني الشوكولاته بتليق مع الاثنين. ماشي، نحطها كده تاني، ننقل البارد شويه، ممكن مربى سخنه، فيها واحده قدها، نضغط عليها عشان نطلع من الجناب. ممكن نحط سوداني، ممكن جوز هند. انا ما بزودش قوي عشان ما ابقاش مسكره قوي. ماشي، ابص اللي انا عاملاهم برده دول، انا عاملاهم قبل الحلقه، ممكن نكمل عليهم. تمام، معانا مين؟ محمد، اهلا وسهلا. يا شيخ ازيك يا محمد؟ الحمد لله. عامل ايه؟ ممكن اعرف بس طريقه عمل السوسيس؟ السوسيس؟ حاضر. حاجه تانية؟ شكرا يا محمد. ماشي، نعمل واحده كمان زي دي، نضغط عليها. ونخليها تطلع حمى بالجناب، تلزق بس اي حاجه، تلزق شويه شوكولاته على شويه او شويه الايه، خليها برده هنا بالشوكولاته. بص برده طبق مش مكلف خالص، سهله قوي قوي. ده عباره عن كريب بس، زودت له معلقه نشا ومعلقه بيكنج باودر صغيره، وعملته بالمعلقه كده وحدات صغنونه، وحشيتها باي حاجه عندك بقى. عندك مربى حشيتي، عملت الجناش السهل جدا اللي احنا عملناه دوت بمعلقتين ثلاثه قشطه من عندك، خلاص. وتسيبيه يبرد شويه وبعدين تحشي بيه الكريب دوت وخلاص على كده. يعني لطيف قوي قوي وسهل، وان شاء الله يعني هيعجب جوفك قوي. وعملت حاجه جديده ببسيط، بحاجه بسيطه يعني، ممكن تعملي طبق قد كده بكوبايه الدقيق دي، تطلع لك طبق كبير كده محترم. فكده احنا عملنا ايه مع بعض النهارده؟ عملنا مع بعض الفته اللي باللحمه المفرومه، بنص كيلو لحمه مفرومه عملنا بيها كيلو ونص، عملت نص كيلو لحمه مفرومه، نص كيلو بصل، نص كيلو فلفل رومي الوان او اخضر زي ما انت عايزه، وعصقت اللحمه طبعا زي ما انتم شايفين، وحطيت عليها الفلفل. طبعا حمرت عيش، عملت رز ابيض، نزلت وعملت طشه او دقه الفته وحطيتها عليها، وبالشكل ده تتقدم. وان شاء الله تعجبكم جدا، يمكن هتعجب الصغيرين اكتر، لان هي اللحمه بتضايقهم قوي لما بياكلوها كده في يعني سليمه، انما كده تبقى سهله ومديه للفته كمان طعم جديد. عملنا كمان العجه بالبيض، بصوا خفيفه جدا جدا جدا. عملت خمس بيضات، الاول حته جبنه بيضه هرستها بالشوكه، حطيت عليها معلقه سمنه وهرستهم الاثنين مع بعض، نزلت عليهم خمس بيضات وضربتهم، نزلت نص كوبايه دقيق، نص كوبايه من اللبن، ضربتهم كلهم مع بعض مع معلقه صغيره من البيكنج باودر، وبعد كده رحت حاطه بصله مقطعه صغير وفلفل رومي وقلبتهم كلهم مع بعض، ورحت صبهم في صينيه مقدونه بالسمنه وعلى وشهم حبه جبنه موتزاريلا، او ما تحطيش مش مشكله، حتى هي راحت شويه جبنه فمش مهم يعني، لو مش عندك مش لازم. وعملنا كمان الفطائر اللي هي بالعسل او المكشكشه دي، اللي انا عملت يعتبر عجينه الرقاق الطري، وبعدين سبتها تستريح وفردتها قوي قوي، وبعدين كشكشتها زي ما شفتوا كده، وحطيت عليها سمنه ودخلتها الفرن، طلعت حطيت عليها العسل، وبعد كده عايزه تزينيها ما تزينيهاش مش مشكله. عملنا ايه كمان؟ الكريب اللي احنا عملناه، وعملنا له الجناش اللي بالقشطه، سهل قوي ده. انا يعني برضو انا حبيت ان انا اعمله لكم، ان هو حاجه لطيفه وسهله، ومكونات البيت على وش اللبن كده بتبقى موجوده القشطه، فممكن تروحي واخداها ومسيحاها على النار وحتى على الشوكولاته المبشوره، وخلصنا على كده. برضو سهله جدا يعني، ساعات القشطه اللي على وش اللبن بيبقى فيها شويه لبن، انا هنا حطيت شويه لبن في الاول عشان دي القشطه دي شاريينها فجامده، انما لو وش اللبن شلتيه ساعات بيبقى فيه شويه لبن كده، فحطي الاول القشطه على النار بوش بشويه اللبن الصغيرين اللي فيها تسيح، نزلي عليها الشوكولاته المبشوره. انما لو هتعملي زي كده بالقشطه اللي انت شارياها، لا، حطي شويه لبن الاول يسخنوا ونزلي عليها الشوكولاته، وبعدين نزلي عليها القشطه وقلبي لغايه ما تسيح خالص، وبعد كده حطيها في الثلاجه، هتجمد تبقى جناش بالشكل ده، وحلوه جدا وطعمها هايل جدا، ان شاء الله تعجبكم. بس كده كده خلصت حياتنا النهارده. يا رب تكون عجبتكم، ويا ريت لو في اي افكار تانية قولوها لي، حابين ان انا اعمل لكم حاجه قبل العيد كده نلحق نعملها مع بعض، ابعتوا لي على الصفحه بتاعتي او صفحه سي بي سي، وان شاء الله على خير، اشوفكم على خير الحلقه الجايه، الى اللقاء.